تمتلك الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة تمكنها من القيام بعمليات عسكرية في العديد من المناطق حول العالم. في البداية نوضح أن القوات الأمريكية تنتشر في سوريا شمالا دعما للفصائل الكردية وفي مقدمتها قوى سوريا الديمقراطية. كذلك تنتشر في الصحراء السورية وتحديدا بالقرب من معبر التنف على الحدود العراقية السورية. أما عن القوة العسكرية الأمريكية فنذكر منها الأصول السادس والمتمركز في مياه البحر المتوسط والذي يمتلك 3 غواصات نووية و170 طائرة هجومية و4 قاذفات بحرية حاملة للصواريخ. ومؤخرا تحركت المدمرتان الأمريكيتان USS دونالد كوك USS بورتر إلى ساحل سوريا وهما مزودتان بعدد كبير من صواريخ كروز توماهوك. بحسب تقارير فقد تحركت أيضا مجموعة أخرى من السفن القتالية للبحرية الأمريكية وعلى رأسها حاملة الطائرات هاري ترومان من مكان انتشارها الدائم في فيرجينيا إلى البحر المتوسط. ووفقا لصحيفة The National Interest فإن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما مضادا ضد أهداف في سوريا بصواريخ كروز توماهوك و AGM-86 التي من المفترض أنها ستكون قادرة على تجاوز الدفاعات الجوية الروسية، كما سيتم استخدام قاذفتي الشبح من تراز رابتر F-22 وستوبي سبيريت التي تؤهلها لاكتشاف أنظمة الدفاع الجوي الروسي والتعامل المباشر معها. أما عن القوة العسكرية الروسية فقد أكدت موسكو أنها خفضت بشكل كبير وجودها العسكري في سوريا إلى أنها لا تزال تحتفظ بوحدات عسكرية عدة في البلاد، خاصة في قاعدتي طرطوس وحميميم، فضلا عن وجود نحو 3000 جندي روسي منتشرين في سوريا إضافة إلى مستشارين تقدر سوريا. كذلك تنتشر في سوريا مجموعات من الشرطة العسكرية الروسية يقومون حاليا بفرض الأمن في المناطق التي يستعيد الجيش السوري السيطرة عليها. بالحديث عن الأسلحة الروسية فيقدر خبراء أن هناك العشرات من الطائرات الروسية القتالية الموجودة حاليا في مطار حميميم السوري، وهي من نوع سخوي 24 سخوي 34 وطائرات متعددة المهام من نوع سخوي 30، كذلك مطاردات من نوع سخوي 35 وهي آخر منتجات الصناعة العسكرية الروسية. كما استخدمت روسيا في عملياتها العسكرية قاذفات استراتيجية من نوع توبوليف 22 وتوبوليف 160 إضافة إلى صواريخ عابرة يصل مداها إلى 4500 كيلومتر. ولحماية قاعدة حميميم نصبت روسيا بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من نوع S-400، وهي في مرفأ طرطوس نصبت بطاريات مضادة للطائرات من نوع S-300. إذن هو سباق تسلح أسس لحرب باردة يراها المراقبون خطيرة. سباق لم يعد مسألة وهمية ولا مخبأة خلف الأبواب، لتراهن الدولتان على سوريا كمسرح لتجربة أو على الأقل استخدام ترسانة أسلحتها، ولا أحد يعلم من سيضع كلمة النهاية.